نسبة الأهداف عالية جدا، 2.4 كل مباراة، نسبة كبيرة يعني أكتر من هدفين. تاني حاجة الكروت الصفراء 676، يعني 4 كروت صفراء في المباراة الواحدة، نسبة عالية جدا. الفرقة الأكثر حصول على ضربات الجزاء الزمالك 7، دي برضو بتدل الزمالك بصراحة السنة دي جامل كتير في التحكيم. ليه أخطاء ممكن تكون أخطاء يعني مش متعمدة، ولكن الزمالك جامل كتير جدا. لا توجد أخطاء متعمدة برضو، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة. أول مباراة الزمالك يتظلم فيها أو كده هي ماتش بيراميدز الأخير اللي هو بتاع عبد الله جمعة، الكارت الأحمر اللي خده. بس أول مباراة في الدوري أشوف فعلا الزمالك، يعني أنا كنت كل مباراة أقعد ألاقي الزمالك بصراحة كان يعني بنشوف اخطاء دايما لصالح الزمالك من اول الدوري لاخره. نعم. بصراحه من اول الدوري لاخره كميه اخطاء لصالح الزمالك، ويقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم، الاهلي بيكسب بالتحكيم. لا يعني دايما الاعلام بيصور ان الاهلي بيكسب بالتحكيم، كان من اول الدوري لاخره لغايه ماتش بيراميدز. والغريب ان محدش اتكلم، حتى لما الزمالك اتظلم في كوره شفتش اعلامي حتى طلع اتكلم ان الزمالك اتظلم في الكوره دي او كده. عكس مثلا لو يعني لو الزمالك كان بيلعب الاهلي في المباراه دي وكان مثلا اتحسب حتى لو حكم اجنبي، كنا هنشوف اغلب الاعلام بيتكلم على اللعبه دي. طب مش معنى برضو اللعبه دي محدش يتكلم عليها كتير ليه؟ بتاع طرد عبد الله جمعه. ويعني من اول الدوري لاخره الزمالك فعلا بيتجامل في حاجات كتير جدا في الاخطاء التحكيميه. وفعلا يعني من وجهه نظري الاهلي السنه دي يعني في البطوله اللي هي يعني من اول مثلا 20 جوله الاهلي بيواجه التحكيم. من وجهه نظري التحكيم بيجامل الزمالك بشكل كبير جدا في المباريات الاولانيه، عدا مباراه بيراميدز الاخيره فعلا الزمالك فيها اتظلم في لعبه عبد الله جمعه. طبعا بالنسبه للكروت الصفراء الداخليه بياخد كروت صفراء كتير جدا، 49 الفريق الاكثر حصول على كروت حمراء المقاولين، اقوى خط هجوم الزمالك. الزمالك برضو يعني عنده مفاتيح لعب كتير جدا وعنده خط هجوم قوي جدا. ويمكن انا من وجهه نظري الشخصيه الزمالك عنده 2 مفتاحين لعب، ودايما بنصح اي فرقه بتواجه الزمالك يا جماعه ما ينفعش تسيب فرجاني ساسي مش عامل عليه مان تو مان. ماتش بيراميدز فرجاني ساسي فجوه كبيره جدا في وسط ملعب بيراميدز، بيلعب بخط واحد بس دونجا، ارتكاز واحد دونجا، وبعد كده جنبه قفشه، وبعدين راح ساحب قفشه اللي هو كان نجم بيراميدز، كانت تغييره عجيبه جدا، سحب قفشه وفضى وسط الملعب اكتر للزمالك لفرجاني ساسي. فبالتالي نصيحه لكل الفرق اللي بتواجه نادي الزمالك، لازم فرجاني ساسي ده العب عليه مان تو مان. لو حضرتك اتفرجت على ماتش الزمالك واتحاد طنجه في المغرب، مدرب اتحاد طنجه عمل مان تو مان على فرجاني ساسي. فرجاني ساسي ده انا معايا ارقامه، اكتر لاعب عامل تمريرات في مباراه بيراميدز، اكتر لاعب لامس الكوره. يعني ايه الكلام ده؟ ان اللاعب ده مفتاح لعب الزمالك، هو اللي بينزل يسقط ويستلم، هو الكرييتور بتاع الفرقه، هو العقل المدبر. زي ما احنا شفنا لعيب ارقامه قدامنا اهي معانا برضو، خلينا نتكلم عنها عشان لو عرضنا ارقام فرجاني ساسي ده يعني لازم الفرق اللي بتلاعب نادي الزمالك. كان دايما مانويل جوزيه في بعض الاوقات قال امسكوا شيكابالا في بعض الاوقات في الدوري، لا قالها عمره ما قالها، طلع قال يا جماعه الفرق عمره ما قالها. وانا يعني انا لعبت 5 سنين عمره ما قال امسك شيكابالا بصراحه، عمره ما قال لنا امسكوا حد. لا في بعض الفرق في بعض التصريحات لمانويل جوزيه يعني طلع قال للفرق المنافسه يا جماعه امسكوا شيكابالا. لازم التصريح ده يعني انا من وجهه نظري لازم الفرق المنافسه لنادي الزمالك تمسك فرجاني ساسي، تعمل ضغط عليه زي امسكوا شيكابالا كده. فرجاني ساسي ده لو اتمسك اعتقد ان نسبه 70% من قوه نادي الزمالك هتقل. فرجاني ساسي في المباراه زي ما احنا شايفين عامل مراوغتين نجاحتين، تمريرات طوليه 4، اكتر لاعب عامل تمريرات على فكره في المباراه، صانع هدف وجايب جونين، قطع الكره 14 مره، ولاعيب خط نص بوكس تو بوكس وعامل 7 محاولات على المرمى اكتر من المهاجم. يعني اكتر لعيب رايح على الجون وعامل محاولات فرجاني ساسي، فده دليل ان مفيش حد كان ماسكه. وكابتن حسام في مدرب بيراميدز راح ساحب قفشه ففض خط نص، فض النص اكتر زياده وادى المساحه اكتر ل فرجاني ساسي، وبالتالي الزمالك اصبحت الخطور اصلا. بعد كده مطرود عبد الله جمعه هو ده. انا من وجهه نظري الشخصيه الزمالك حاليا عنده مفتاحين لعب مهمين جدا في الفرقه، فرجاني ساسي رقم 1، رقم 2 كهربا. كهربا رغم ان بعض جماهير الزمالك بتنتقده بشده، ولكن انا بشوف ان هو بيتحرك وبيقطع جوه ال 18، بيفضل نفسه مساحات كويس جدا، لعيب مهاري قوي ولعيب بيقطع جوه. اعتقد ان هو قريب جدا ان هو يروح منتخب مصر مع رمضان صبحي. وعبد الله جمعه عبد الله احد اللاعبين المميزين هذه الايام. كابتن عادل ايه رايك بقى بما اننا اتكلمنا على مباراه بيراميدز والزمالك؟ مباراه الكل الحقيقه اوفت بوعودها، كل شاف ان هي مباراه جيده ومباراه كانت ممتعه. 6 اهداف، لما يجي 6 اهداف برضو النادي الاول والثاني بيتنافسوا، ويجي في ده 3 اهداف وده 3 اهداف، حاجه غريبه شويه.